أمام أعداد هائلة من المرضى يفوقون قدرته الاستيعابية بعشرة أضعاف، صمد القطاع الصحي بمأرب لثمان سنوات. موجات النزوح المتواصلة إلى مأرب تحملت أعباءها مستشفيات ومراكز صحية قليلة بكادر محدود وبإمكانيات تطورت لتواكب المرحلة في تقديم خدمات طبية وعلاجية للأمراض والأوبئة التي انتشرت في مجتمع النازحين. يوصل في اليوم إلى قرابة 1000 حالة في ضغط شديد، ازدياد ملحوظ ومتزايد بشكل يومي. كثير من البرامج الآن خلال العام الجديد 2023 أبلغنا من المنظمات أنها قيد التوقف، وهي اللي كانت ساند لتخفيف الكثير من المعاناة في هذه المحافظة. كان هذا المبنى لمستشفى الريفي ارتقى تحت ضغط النازحين إلى مستشفى عام يستقبل أكثر من 1000 حالة في اليوم، لكنه هو الآخر مهدد بتوقف كثير من برامجه العلاجية الممولة من المنظمات الدولية التي أعلنت سحب التمويل بنسبة 65% عن القطاع الطبي خلال العام الجاري. يجب أن تستثنى محافظة مأرب بالذات إذا كان فيه هناك تخفيض، يجب أن تستثنى محافظة مأرب لخمسة أسباب. السبب الأول هو أن الكادر من خارج المحافظة كامل، الحرب محيطة بنا من كل اتجاهات، الأوبئة معنا في الأوبئة بشكل كثيف وكبير في محافظة. الشيء الثاني النزوح والسكن والوضع اللي فيه الناس في الصفيح، في ساكن في خيام. وقف تمويل المنظمات الدولية بدأ فعليا في مركز الأمومة والطفولة منتصف العام 2022، وظل العاملون الصحيون المرتبطون بعقود مع تلك المنظمات يعملون دون استلام حوافزهم. طبعا هذا المستشفى هو المستشفى المرجعي الوحيد للمحافظة في مجال الأمومة والطفولة بالنسبة للحضانة وقسم سوء التغذية، وإذا توقفت المنظمات عن دعم المستشفى فالمستشفى يقبل على كارثة للمجتمع. في الوقت الذي يحتاج القطاع الطبي بمأرب إلى زيادة الدعم توقف المنظمات الدولية برامجها. ضغط كبير يشهده القطاع الصحي في محافظة مأرب خلال ثمان سنوات من الحرب والنزوح وسط تدخلات شحيحة من المنظمات الدولية. محمود الحميدي، العربية، مأرب.